أكبر سجن موجود في العالم موجود بفلسطين. صرخة من الأرض ونداء من القلب، هذه هي فلسطين، من البحر إلى النهر، وعاصمتها القدس. فلسطين مساحتها 27 ألف كيلومتر مربع، ومن هاي 27 ألف في منها 365 كيلومتر مربع تسمى بقطاع غزة. غزة خلف فلسطين، وغزة رمز عزتها وانتصارها بإذن رب العالمين. لجأ إلى قطاع غزة أكثر من 300 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من فلسطين قصرا، معظمهم من الساحل الفلسطيني على أيدي العصابات الصهيونية. عملوا فيها مخيمات ولا زالت بتشكل معظم سكان قطاع غزة. عام 2005 اضطرت إسرائيل للانسحاب من القطاع بشكل كامل تحت وطأة ضربات المقاومة الفلسطينية. في ذلك التاريخ عام 2005 حصل حصار قاسي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا. انتم متخيلين اكبر سجن موجود في العالم في هذه البقعة الصغيرة، في هذا القطاع الضيق، يعيش فيها اكثر من 2.5 مليون فلسطيني، وهي تعد اكثر المناطق اكتظاظا في العالم. بقعة صغيرة لا تتعدى مساحتها 365 كيلومتر مربع، في اكبر سجن في العالم الذي فرضه الاحتلال الصهيوني. وعلى مدار أكثر من 20 سنة 2008 و2009 2012 2014 و2018 و2021 و2023 هاجم الاحتلال الصهيوني قطاع غزة بجميع أنواع وأشكال الأسلحة. وقتلت وجرحت المئات وارتكبت المجازر بحق المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والشباب العزل، وما نالوا من عزيمة هذه المقاومة بل زادهم قوة وإصرار وعزيمة من هذا القطاع الصغير، من هذه البقعة الصغيرة بتضحياتها. ما بنقدر غير نقول حسبي الله ونعم الوكيل.